انا اليوم انا بوليداتي هزيتهم وغادر بحالاتي. انا ماشي مغربيه، انا هزه لاكارت ناسيونال ديالي والبريقات ديالي وعقد الزواج وغادر بحالاتي. وسيدنا وشوف فينا وشوف فينا وجلاه، وراه الناس معدين علينا. الراس الكبير عباد الله ديال قنيطره مشينا عنده ما خدانيناش حقنا وما بغاناش، قال لنا خونا الارض والارض خويا عباد الله. كنتو متاكلو على الدراوش باش نكسب شي حاجه، مرحبا وانا باش نكسب والو، وانت تحيد لي البراكه اللي عندي. وشنو هاد الدوله شنو عطاتني؟ انا ما عطاتني والو هاد الدوله هاد، ارسل لي تحل لي شي بلاصه ونزيد بحالي انا كاع، بقيتش مغربي انا كاع. كندور في الزنقه انايا وانت تجلس تقهوى عليا تشرب عليا العصير. فين عمر شي مسؤول جا هضر معانا عطانا وقت. يديش، ولكن حنا كنطالبوا غير بحقنا، حنا ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله من الدوله. وحنا احترامات وتقديري ليكم السلطه، حنا بغيناكم غير تفتحوا لينا طريقكم شي بحالاتنا. حنا ماشي مغاربه وما بغيناش نبقاو في المغرب، حلوا لنا. انا هاد وريقاتي كان حق ناسيونال ديالي وغادي السلام عليكم، انا شيماء الزهراوي كنسكن في الساكنه ديال البحيره. مشينا سيدي عند العميل ديال قنيطره طلبنا معاه الحوار، دخلنا لعندو قال لنا نتوما اصحاب الان اير اللي عنده الاحصاء ديال 2010 غيدي يمشي ياخذ البقعه ديالو، واللي عنده الان اير ما يستافد حتى شي حاجه يمشي بحالاته. حنا اليوم من هذا العميل ديال قنيطره اللي قال لنا سيروا بحالاتكم، حنا كنطلبوا منكم انتم السلطه تخليونا نمشيو بحالاتنا، تحلوا لنا الطريق. حنا بغينا نمشيو عند سيدنا، حنا بغينا نمشيو عند سيدنا هو ياخذ لنا حقنا، حنا بغينا هذا الشيء اللي بغينا. الله يجازيكم بخير، السلطه احتراماتي وتقديري ليكم، حلوا لنا غير الطريق نمشيو بحالنا. حيت الراس الكبير عباد الله ديال قنيطره مشينا عنده ما خدانيناش حقنا وما بغاناش، قال لنا خونا الارض والارض خويا عباد الله. وانا اليوم انا بوليداتي هزيتهم وغادر بحالاتي. انا ماشي مغربيه، انا هزه لاكارت ناسيونال ديالي والبريقات ديالي وعقد الزواج وغادر بحالاتي، حيت انا ماشي مغربيه وما بقاش عندي حقي في المغرب، بغيت نمشي بحالاتي. اللي كيقول لك هذا العميل راه جات لجنه في 2010 واللي ما كانتش تحصى في 2010 ما عندوش الحق. بشنا هو اللي كيثبت لي انا هاد 2010 جات فيها لجنه؟ عمر شي لجنه ما شفناها في 2010، اللجنه جات حتى ل 2016 وجاو عندنا وحصاونا بسميات وبالكنيات وبالرقم ديال لاكارت ناسيونال وشدوا واحد الروجيستر. حنا دابا كنطالبوا من المسؤولين الكبار المحاسبه على داك الملف اللي ضمصوه ديال 2016. حنا كنطالبوا بالمحاسبه، المحاسبه، وانت يا عميل يا مسؤول وانت عميل يا مسؤول اللي جينا عندك وتقدمنا لك وكنا كنتشادروك، غادي مسؤول غندخلوا عندك وغادي تقول لنا كلمه في المستوى كانك مسؤول، وطلبناك تفتح معنا الحوار، وقفنا معاك وطلبناك الحوار، وانت راك قاري ومسؤول ومسؤول كبير في هذه القنيطره احتراماتي ليك، ولكن حنا دراوش وانتظرنا منك غتقول لنا واحد الكلمه في المستوى وكلمه قانونيه، ولكن للاسف هذاك الشيء اللي توقعناه قلنا ننتظروه منك ما انتظرناش. قلتي لنا بلاد خصكم تخويوها وتمشيو في حالاتك، واليوم حنا راه ما طالبين حتى شي حاجه، حنا اليوم كنطلبوا من السلطه غير تفتح لنا الطريق ونمشيو بحالاتنا صافي. وعليكم انا تنحيي هاد الصحافه هادي، تنحيي هاد الناس المناضلين، راه ماشي جو تعداو عليهم. نقولوا 10 الناس نقولوا 20 واحد كذبوا عليكم انتوما، وراه فوق 300 ولا 600 هنا ولا ما عرفت شحال ديال البشر، وكاع هاد الناس انتوما كذبوا عليكم. واش حنا نبته طحنا من السماء ونضنا ربيعه نضنا ياك؟ حنا دابا هاجمين على الارض، حنا ضاربين 30 عام هادي شعرنا الشاب. شنو هادشي هذا؟ تشرد صحة، بنادم ضارب 20 عام 16 عام، ولادنا اللي تزادوا تما وديك الحالة المدنية وداك لاكارت ناسيونال، وما كانش دابا حتى اللي كيشوفك، ما حاشا لك حتى المحاشية. شنو بغيتونا نديرو؟ نخرجو نسرقو نكريسيو نعمرو الحباسات ياك؟ أولا الشبعان ما كيفكر حيت أنت عندك سبعة البوطات في دارك وساكن في فيلا، وأنا راه ما كنكسب والو، وأنا ساكن براكة. شنو بغيتي ندير؟ خرج نولي كريسي نمشي نلعب سياك
ياك هادشي اللي كتقلبوا لنا المشاكل، هادشي هذا راه ماشي حل ديالكم. انا تنطالب المسؤولين يديروا عقلهم، راه مدانوا العواشر والدعاوي، اديوا الدعاوي فهاد رمضان هذا. شو تركيا شنو وقع عليها؟ داك الزلزال ها؟ كاتر ايام تشهد، سان كيام تشهد، عمارة تشهد. ساكن جالسين هكايا معدلين وخرجوا. الغضب ديال الله، الغضب ديال الله، حقاش المفسدين كثيرة. شي ياكلوا الدراوش، ما قلتهم يتاكلوا على الدراوش. كنت نكسب شي حاجة، مرحبا، وأنا ما تنكسب والو، وأنت تحيد لي البراكة اللي عندي، شردني الزنقة، كندور في الزنقة أنايا، وأنت تجلس تقهوى عليا تشرب عليا العصير. ساكن 30 عام مخير هنا، ساكن 20 عام، 20 عام 30 عام مخير هنا. بعتوا راه دارنا وشريتوا البقاعي، بعتوا البقاعي راه دارنا بالفلوس. حنا ما عندنا فلوس، حنا عندنا الله سبحانه وتعالى. بغيتوا تحيدوا لنا رزقنا اللي عطانا سيدنا الملك، والله ينصر سيدنا وسيدنا وسيدنا وشوف فينا وشوف فينا وجلاه، وراه الناس معدين علينا. وشكرا والسلام عليكم. وبعد الاخوان راه مازال الان مشدودين 11 واحد اللي سمعنا، والتهديدات والضرب والعنف. علاش هذا الشيء؟ واش حنا في الحق والقانون؟ فين هو هذا القانون اللي كنعرفوا حنا في بلادنا؟ قول انا ما جايينش ندير، انا ما جايين لا داير لا فوضى لا والو، طالبين الحقوق ديالنا. كنقول هذوك خوتنا اللي شادين راه هذوك ما عم ظلومين، ما دايرين حتى حاجه سيدي. حنا غادي راه طالبين على الحق ديالنا، راه حشومه وعيب، وحشومه وعيب. عار هذه والعواشر هذه راه بزاف. ما بغيتش ما يدير. واش انا من معدي السكن وعندي ثلاثه الدراري، وشنو الدوله شنو عطاتني؟ انا ما عطاتني والو الدوله. اه سليا تحل لي شي بلاصه ونزيد بحالي انا كاع، بقيت مغربي انا كاع. من انا نشرد ولادي عندي ثلاثه غنشردهم، وفين نمشي؟ يخرجوا عندي يشوفوني واش نستحق ولا ما نستحقش. انا ما ظالمش، انا تنطلبها حقي. واش الوالي، واش مشينا عند والدي يقول لك والله لا ديتي؟ شكون هو اللي يحلف لينا؟ هو شكون هو؟ وسيدنا عاطينا الحق، ولكن هذا السيد هذا تيظلمنا. سيدنا عاطينا الحق، ولكن هذا السيد ظالمنا، حاكر علينا واكل العجينه. كاين العجينه تما باش جانا هذا القالب هذا ديال ما تتسالوش. خرج جري علينا، قال لنا سيروا بحالكم، بقيتش كتسال. خرج يا سيدي، شوفنا واش نستحقوا ولا ما تنستحقوش. ما تنستحقوش نمشيو في حالنا سيدي، ما عندناش حق نبقاو نديروا في عباد الله. هو تيقول لك استغلال، والاستغلال ما كاينش استغلال. حنا راه قبل العمران ساكنين، وهذه كانت عاد هذيك اعاده الهيكله ماشي تزيز، بان راه قلنا الوتوده نوريوه لهم، عندنا الوتوده نوريوه لهم. نقول لهم ها هو بعد نهار كتبغي تنتخبوا كتجيو تقولوا هضره، واللي كاين ملي كنوقفوا في الواقع ما كتعطيوناش الوقت. فين عمر شي مسؤول جا هضر معانا عطانا وقت قال لنا فاجئ علينا؟ ما كاينش مسؤول يواجهنا. حنا راه سنين ومينين عايشين في هذاك الدوار، عشنا في القهر، عشنا في الكرفيس، عشنا مع الطوبات. الواد الحار حاشاك دايز من جنبها جنب وسط الدوار، الريحه اللي تشم انت حتى واحد ما يقدر يسكن في هذاك الدوار. ورغم ذلك حنا صابرين، دازت علينا القطره ديال الشا، دازت علينا الكرفيس، الكرفيس لا يرتى لها. بلا ما نعاود لك، اللي كان شي واحد كان عنده الصبار وقوه، عنده القوه، راه ما يسكنش في هذاك الدوار. تنطالبوا شي حاجه مستحيله، وتنطالبوا حنايا ما طالبين حتى حاجه، طالبين على الحق ديالنا في الاستفاده. السكن وحنا على السكن ديالنا ما يعطيوش لنا. واش بقى يعطيوها لك وانك تمشي تخلص على واحد جوج ونص وفي الاخر يحرموك منها؟ راه عيب وعار هذا الشيء، راه هذا الشيء عيب وعار. وتنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس الله يحفظه لنا ويطول لنا في عمره. حنا ملكنا تاج فوق راسنا، تنحترموا ملكنا وتنحترموا الامن الوطني اللي منظمنا، ولكن باش تجي تشردني انايا وتخرجني الزنقه على ولادي ماشي هذا هو الحل. ما عنديش، ماشي هذا هو الحل. الحل الوحيد هو انك جيت تحاور معايا، جيت تحاور مع الساكنه. الساكنه كل ما تحاورتيش معاها ما غاديش تخرج هي تناضل.